قالك عليا الهويل. لا ابدا ما جابش سيرتك قدامي خالص. هجيب المساله مساله وقت. الظاهر ما بقالكمش كتير مع بعض. فعلا انا عارفه ان احمد كان ضد جوازي من مدحت، وياما حاول يقنعه انه ما يتقدمليش وانه يستحق واحده احسن مني. احمد مش فاهم وعمره ما هيفهم انه مدحت بيحبني، عشان احمد ما يعرفش حاجه اسمها حب. ايمان خطيبته سابته عشان فجاه اكتشفت انه احمد ما عندوش قلب. خدي بالك منه. قالت لك الحيزابونه دي ايه وانتوا مع بعض في البسين؟ قصدك مين؟ قصدي مين يعني؟ الهبابه اللي اسمها رشا. ما قالتش حاجه. ما قالتش حاجه ازاي؟ لا اكيد قالت. قالت ان احمد ما بيعرفش يحب، احمد ما عندوش قلب. ايمان سابته لانها اكتشفته على حياته. ها؟ قالت ايه تاني؟ ما فيش ولا حاجه. سامع يا جورج؟ يا جورج؟ ايه يا احمد؟ سامع الهبابه اللي اسمها رشا دي قالت ايه؟ مش سامع بس متوقع يعني. بص يا احمد، لا هي بتفوت فرصه تجرح فيك قدام الناس ولا انت. المظلوم بينكم مدحت، بين مراته وصاحبه، يعني بين المطرقه والسندان. وانت يا جورج بتحب رشا؟ بصراحه لا، بس مضطر اتعامل معاها كويس عشان خاطر مدحت. بقول لك يا احمد، ما تشغل لنا اي شرايط هاديه عندك. مدحت بيه؟ يا مدحت بيه؟ عاوز ايه؟ سيادتك باين عليك انك تعبان، يستحسن لو تروح البيت تستريح. من مش عاوز اروح البيت، مش عايز اروح يا اخي. انت شريكي؟ الو؟ مساء الخير يا احمد بيه، انا علي البارمن. أنا آسف إني بكلم سيادتك في وقت متأخر، بس مدحت بيه عندي هنا وفي حالة وحشة أوي، مش عايز يروح وأنا مش عارف أعمل معاه إيه. أوكي أنا في انتظارك. أنا آسف إني أزعجت سيادتك في وقت متأخر. مع السلامة. أهلاً
الو خير يا بابا؟ طب انا هلبس هدوم وانزل حالا. اللي يوصل الاول يكلم التاني. اوكي بقى 4 ساعات قاعد بيشرب. مدحت فوق يا مدحت. شيل معايا شيل معايا يا علي. روح انت هات تلج يا علي. يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من ود بناجي خيالك من قدك كده بقى هيفوق اكتر. تاني ناخده حته فيها هوا يشرب فنجان قهوة يفوق خالص. اوكي كتمة غرامي وغرامي هالكني ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكيله نار حبك. انت عربيتك فين؟ انا عربيتي راكنها في آخر الشارع. اركب عربيتي. انا عربيتي اقرب هنا. ماشي امسك نفسك شوية مدحت. اشرب اشرب يا مدحت اشرب. عاوز مش نور. معلش معلش يلا عشان تفوق يا بابا بقى. معلش عندي مرة قوي. معلش يا مدحت حبيبي اشرب اشرب عشان تفوق. هي عربيتي فين؟ عربيتي وعربيتك قدام البار. لما تفوق تبقى كويس جورج هياخدنا يوصلنا لغاية هناك. أنا عايز أروح لسونا. إيه؟ سونا؟ طيب حاضر حاضر. هو إيه اللي فكروا بيها دلوقتي؟ هي لسه عايشة؟ مش عارف. أنا آخر مرة شفتها كنت شفتها؟ إيه يا معلم هو أنت لسه يا عم الخمر يا ابني اتقلب. أنا عايز أروح لسونا. طيب دلوقتي زمان في 7 نوم يا بابا بكرة نروح لها. أنت معاك جدول موعدها كمان؟ أنا عايز أروح لسونا دلوقتي. وبعدين بقى في الليلة دي بقول لك إيه؟ يلا نوديه. هنوديه فين؟ هنوديه فين يعني؟ هنوديه لسونا. وبعدين؟ ولا قبلين بقى اللي يحصل يحصل. يلا هتودوني لسونا؟ هنوديك لسونا. امسك نفسك شوية. آخر مرة شفتكم كانت من 2 سنين وبعدها اختفيت ولا حتى تليفون. معلش بقى ما انت عارفة الدش. أوعدك إن احنا هنسأل عليك على طول. وده غير الزيارات. يا بكاشين مضطرة أصدقكوا عشان بحبكم. ميرسي يا سونا يا صاحبة أحن صدر. كنت متأكد إنها هتقدر ظروفنا. نصابين بس دمكم خفيف. المهم مين فيكم اللي هيبتدي الأول؟ إيه ده؟ ده شكله بايظ خالص. مش بالشكل يا سونسون، ده أنتِ هتشوفي ليلى. أوكي، خليه يحصلني على أوضة النوم، تاني أوضة على اليمين. ولا نسيت؟ عايزك تشرفنا ها؟ يا عم ده مش عارف يمشي، أمال لما يخش جوه هيعمل إيه؟ يمين يمين. مش هتقفل أنا تعبان قوي تعبان
السرعة دي؟ يلا قوم روح. واللي جوه؟ 7 نقط. ما قدرش يستحمل. جامدة قوي. يلا عايزة انام.